ولذلك أنا أرجع الآن هذا لما يحرض 400,000 فلسطيني في الإمارات وهو لا يمثلهم، شو الهدف؟ من المستفيد ومن المتضرر؟ طيب من المستفيد ومن المتضرر لما يحرض الفلسطينيين اللي في السعودية على السعودية، واللي في البحرين على البحرين، واللي في عمان على عمان؟ طيب شو النتيجة؟ من المتضرر؟ يعني الآن في منطقة الخليج أكثر من 1,000,000 فلسطيني، طيب هؤلاء يعيشون بين أهلهم، معززين مكرمين شركاء في مشاريع التنمية، طيب شركاء في كل شيء. تأتي أنت اللي عايش هناك في بيروت وعايش، يعني أنت الآن هذا اللي يتحدث عمره فوق 65 سنة وهذه شعاراته من يوم صغير، وعايش في أمن وأمان ويريد يقاتل بمن؟ بأبناء الغلابة مثل ما يقولون، أبناء الشعب الفلسطيني. طيب أنت حضرتك وين؟ إذا أنت تقاوم مسلحة يا أخي خضرك رشاش وشوف ما نشوف، ليش جالس تحرض الناس بخطاب زين أنت في أمن وأمان؟ خطاب يضر من؟ يعني لو اللي سمع هذا الكلام العاقل اللي يفهم سيدرك أن هذا حقيقة يتاجر بالفلسطينيين بالشعب الفلسطيني وقضيته.